معنا في هذه الصورة الحية على الهواء مباشرة من منطقة توشكا في أقصى صعيد مصر. الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدأ جولته التفقدية لهذه المشروعات التنموية العملاقة في مجال الزراعة، والتي تعرفتم على بعض من تفاصيلها في الجزء الأول من هذه الاحتفالية المخصصة لهذه المشروعات. كثير من النقاط المهمة أثيرت في هذه الاحتفالية، لكن لابد أن نتوقف أمام هذه اللفتة الكريمة التي قدمها رئيس الجمهورية بذكره لدكتور كمال الجنزوري الذي كان صاحب فكرة تعمير توشكا وقدم بعض المخططات سابقا في سنوات مضت لهذا المشروع العملاق، وكأنه يرد الفضل إلى أصحابه. الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه اللفتة طالب بإطلاق اسم دكتور كمال الجنزوري على واحد من المحاور المرورية داخل منطقة توشكا، تكريما له وتخليدا لذكراه وتقديرا لدوره المهم في هذا المشروع الطموح العملاق. أيضا من النقاط المهمة التي يجب أن نتوقف أمامها تأكيد السيد رئيس الجمهورية كعادته في مثل هذه الأمور ومطالبته للشركات المنفذة أو القائمين على هذه المشروعات بضرورة اختصار الوقت الزمني المخصص للانتهاء من هذه المشروعات. يؤكد مرارا وتكرارا أن مصر في هذا التوقيت لا تمتلك رفاهية الوقت، ولابد من العمل بشكل سريع للانتهاء من هذه المشروعات بشكل لا يأتي على جودتها أو جودة المشروعات. أيضا هذه النقطة التي تابعناها في أكثر من مناسبة في الفترة الأخيرة، وهي دعوة السيد رئيس الجمهورية للقطاع الخاص للمشاركة بقوة وترحيبه لتواجد القطاع الخاص في هذه المشروعات. كرر دعوته مرة أخرى لأنه القطاع الخاص مرحب به بأي شكل من الأشكال يرتضيها القطاع الخاص طالما تجمعنا أو المصلحة الوطنية موجودة في هذا التواجد وهذا العمل. دعوني أذكركم ببعض النقاط المهمة التي جاءت حول هذه المشروعات المهمة والتي نحن بصدد تفقد السيد رئيس الجمهورية لبعض منها. نحن متواجدون هنا في مزرعة النخيل، هذه المزرعة التي كررنا أكثر من مرة أنها واحدة من أكبر مزارع النخيل على مستوى العالم، ليس في مصر أو في إفريقيا فقط ولكن على امتداد العالم كله. أيضا من ضمن المشاريع الزراعية التي يتفقدها السيد رئيس الجمهورية هذه المشروعات الخاصة باستصلاح الأراضي في توشكا وزراعة واحد من المحاصيل الاستراتيجية المهمة ألا وهو محصول القمح. في هذا السياق على ذكر محصول القمح، رئيس الجمهورية وهو يتحدث عن مشاركة القطاع الخاص وأنه المجال مفتوح أمامه للتواجد في هذه المشروعات، أكد أنه لابد من الالتزام ببعض المحاصيل الاستراتيجية في هذه المناطق، وذكر طبعا منها محصول القمح لأهميته ودور المهم طبعا في توفير الغذاء لجموع المصريين. جهد حقيقي يبذل وتم استعراض جانب كبير منه من قبل المسؤولين أو حتى رؤساء الشركات المساهمة والمشاركة في هذه المشروعات. نقطة أريد أن أذكر حضراتكم بها أنه على هامش أو مواكبة لهذه المشروعات كان هناك حجم أعمال ربما أشبه بأنها الجندي المجهول في هذه المشروعات، وهو حجم الأعمال التي واكبته من حفر ترع ومد شبكات الكهرباء اللازمة لخدمة هذه المشروعات. حجم الأعمال تم حفر 2 ترعة بإجمالي أطوال وصلت إلى 38 كيلو متر. عمل الحفر مشاهدينا الكرام وصلت إلى 9 ملايين كيلو متر مكعب من الأتربة. أيضا تم توصيل أبراج شبكات الكهرباء إلى أكثر من 12,000 برج هوائي بكابلات هوائية تصل إلى أكثر من 5,000 كيلو متر. الترعتان تم شقهما ف
الفرعين من ترعة الشيخ زايد. الفرع الأول بطول 19.8 كيلومتر، الفرع الثاني يصل طوله إلى 18.2 كيلومتر. وأعتقد أن حضراتكم أثناء متابعة الجزء السابق من الاحتفال الحديث حول بعض العوائق الطبيعية التي حالت دون وصول الجزء الرابع من بعض الترعة التي تم شقها. كان هناك مسافة تصل إلى حوالي 9 كيلومترات من الصخور الجرانيتية حالت دون استكمال هذا الجزء من المشروع. تعقيب السيد رئيس الجمهورية وتأكيده للمسؤولين هنا أنه الصعاب وجدت لكي نتغلب عليها وننجح في تنفيذ ما نريده من هذه المشروعات. الآن مشاهدينا الكرام، كما تتابعون معنا في هذه الصورة الحية على الهواء مباشرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل إلى النقطة المخصصة لمتابعة جانب أو جزء من هذا المشروع الطموح، مزرعة التمور التي سبق وتحدثنا أنها يعني من أكبر مزارع التمور على العالم. أذكر حضراتكم بأنه مستهدف زراعة 2.3 مليون نخلة على أرض هذه المزرعة التي ستصل مساحتها إلى 37 ألف فدان، ما زرع منها بالفعل حتى هذه اللحظة التي أتحدث معكم فيها 1.53 مليون نخلة. المساحة التي تم استصلاحها بهذا الرقم وصلت إلى 21 ألف فدان من هذه المزرعة. لافت للنظر أنه المسألة هنا لا تكتفي فقط بالزراعة أو زراعة النخيل، الفكرة متطورة لإنشاء مصانع متعددة تقوم على النخيل والتمور. لدينا أفكار أو مشاريع طموحة لإنشاء مصنع للسكر، أيضا مصنع للتمور، وكما تابعتم في الشرح التوضيحي في الجزء السابق من هذا الحفل أنواع التمور الموجودة متعددة وكثيرة. أيضا هناك مصانع لسعف النخيل ومصنع للصناعات الخشبية معروفة باسم MDF وHDF. الآن نتابع هذا الجانب من هذه الجولة. انا شفت الفسائل كتير جدا فعلا، مش كده بس من 21 جنيه بس انا بحش حاجه يعني كده خلي المكنه اللي زنها بنفس المكان وده ده كله ده ما كانش مزروع في نفسه ما كانش مزروع دي بس كانت اول واحده فاكر فن فاكر سته في شيت ال 50 لازم بس مش مسمى طب وين تعال مهندس عمرو سيد محمود، الشركة الوطنية للإصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية. في إطار التحول الرقمي اللي بتشهده مصر في الفترة الأخيرة يا فندم، وفي ظل التوسعات اللي بتشهدها الشركة الوطنية للإصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية في المساحات المنزرعة وخصوصا المساحات المنزرعة بالنخيل، كان ضروري يا فندم إننا نبدأ في تحويل قاعدة البيانات الخاصة بمشروع النخيل من مرحلة التدوين الورقي واللي كنا بنستخدم لها الكارت التقليدي اللي عليه البيانات الخاصة بالنخلة إلى مرحلة أو منظومة التسجيل الرقمي، ودي اللي موجود لها اللي بنستخدم لها الكارت الكيو آر كود، وده كارت طبعا كودي مبرمج بطريقة معينة عليه كل بيانات النخلة كمان كل العمليات اللي بتتم على النخلة. ده بيبدأ من بداية زراعتها يا فندم لحد إن شاء الله ما توصل لمرحلة الإنتاجية. أسألني سيادتك يا فندم إن أنا أبدأ أعمل تجربة إزاي بنسحب البيانات من على الكارت. عشان نسحب البيانات يا فندم معانا جهاز بيكون مخصص مسلم لكل مهندس او كل مشرف قطعه من القطع الزراعيه اللي عندنا عشان يبدا يتعامل مع الكارت.
نبدأ نسحب البيانات يا فندم زي ما ظهر قدام سيادتك كده يا فندم. نوع النخلة، رقم النخلة، المكان الموجودة فيه النخلة، البيانات الخاصة بيها كلها، زي كمان تاريخ الزراعة وبلد المنشأ الخاصة بالنخلة. موجود كمان تحت فندم العمليات اللي تمت على النخلة، زي الري، زي كمان من تحت التسميد، زي كمان حصر الفسائل اللي موجودة أمام حضرتك فندم على النخلة. في كم فسيلة معلش يا محمد؟ تمام يا فندم، ممكن نبدأ نعمل عملية حصر الفسائل، يبدأ يظهر لي كل الفسائل الموجودة. نعمل حصر يا فندم للفسائل والرواكيب الموجودة، نختار الحقل الموجودة فيه، طبعا نختار شجرة محددة اللي هي احنا عايزينها، ونعمل سكان للنخل. بيظهر يا فندم هنا يا فندم، تمام سيادتك، قولي العدد على طول يا محمد. تمام يا فندم، هو موجود هنا يا فندم على النخل، في الفسائل يا فندم اهي. فسائل بحصر الفسائل موجود يا فندم، عدد الفسائل 12 فسيلة حول النخل. 12 فسيلة ان شاء الله. طب انت معرفش انت عامل حصر كل الفسائل الموجوده هنا ولا لا؟ كل الفسائل يا فندم اللي بتبدا تظهر عندي في فتره الحصر بيبدا يتعامل معاها المهندس المسؤول عن القطعه انه يحصر كل نخله موجوده عندي. طيب انتوا بتاخدوا توفيق قرار في ان انتوا الفسائل دي تحتفظوا بيها هنا ولا تنقلوها بعد كده؟ انا طبعا بسيبها لحد ما توصل لعمر افتراضي، دلوقتي العمر لسه صغير، اما تكبر شويه قدامها كمان سنه او سنتين انا هنقل في مكان تاني. انا المشروع ده هيخلص، توشكا هتخلص، انا محتاج اعمل في مزارع اخرى الفرافره وعين دله وتوشكا، اللي هفيد بعد كده ابدا ابيع بره في السوق. يعني النخله بتجيب ده اقتصادي. من عارف يعني بتجيب تقريبا في المتوسط قد ايه؟ طيب ممكن فن تجيب 10، توصل 10 10 10 لا المتوسطات يعني المتوسط ممكن 10 15 ها 10 15 10 15 والفسيله تساوي كام؟ احنا بنبيعها البارح ب 2000 جنيه البارح. بس يعني لان حاجتنا مؤكده يعني. طيب احنا كده يعني هو مصدر غير غير البلح كمان. يعني المليون و3 من 10 اللي انتم مش مليون و3 من اللي انتم عملتوه؟ ايوه يا فندم. تقريبا يبقى فيهم كام فسيله دلوقتي؟ هو طبعا في الصغيره خالص دي لسه شويه مش فيها 3 في 4 لكن هي على مدى عمرها يا فندم بتجيب 10 على مدى عمرها بتجيب 10 لكن احنا مش يعني هنستغله في المزارع الثانيه بفلوس برضه هنشتري من نفسنا فندم. انا فاهم حاجه ثانيه يا محمد عايز تقول؟ شكرا يا فندم. متشكرين متشكرين بالتوفيق ان شاء الله. رئيس فرع النخيل بالشركة سيادتك يا فندم، القطع اللي احنا واقفين فيه دوت يعتبر من اول القطاعات اللي تم زراعتها في المشروع يوم 6 اكتوبر 2018 وسيادتك حسب تعليمات توجيهات سيادتك يا فندم تم زراعه تجربه المانجا حسب تعليمات سيادتك. زرعنا 10 اصناف مانجا تحت اشجار النخيل كتجربه، والتجربه دي سيادتك يا فندم زرعناها في مزارع الشرق العوانات النخل اللي هو مشمر ارتفاعه 5 و6 متر وكانت تجربه ناجحه جدا. سيادتك عارف ان شرق العوانات ارتفاع درجه الحراره فيها ونسبه الرطوبه قليله، فما زرعنا المانجا تحت شجر النخيل فالجريب بتاع النخيل ضلل عليه وعمل له جو كويس واشعه الشمس ما اثرتش على النخيل ما اثرتش على المانجا. وفصل الشتاء المانجا ما حصلش لها عمليه تاثر بالصقيع الموجود. سيادتك يا فندم بدانا في الزراعات التحميليه الموجوده تحت اشجار النخيل، زرعنا بعض المحاصيل زي القمح والشعير وبعض الزراعات التحميليه الثانيه زي النباتات الطبيه والعطريه والخضار، ودي يعتبر قيمه مضافه. دلوقتي حضرتك سيادتك كل النخل اللي زرع بدري او في شهر او في سنه 2018 بدا يجيب سيادتك فسائل، احنا بنجهز سيادتك الفسائل دي عشان ان شاء الله في موسم 2023 نبدا نزرعها في الارض المستديمه. سيادتك الحمد لله كان عندنا بشاير انتاج السنه دي كمحصول في بعض اشجار اللي زرع في اول الموسم، كان عندنا برحي ومجدول وسيوي والحمد لله كانت الجوده عاليه جدا. الحمد لله سيادتك يا فندم النهارده بدا عندنا الموسم 2022 بدا بعض الازهار تبشر، فاستاذن سيادتك ان اوريك نموذج للنخل البشر السنه او زهر. اتفضل سيادتك. ودي يا فندم قبل ما
تمام سيادتك يا فندم، دي النخلة اللي بدأت تظهر تمام سيادتك، وبدأ ليها عملية التلقيح تمام سيادتك، وإن شاء الله هنتابعها ونشوف جودتها إن شاء الله. وهي أوامر يا فندم. دي أول واحدة ولا ده؟ لا في يا فندم عندنا كذا، عندنا 30 40 واحدة في القطعة. إحنا على في الموسم ده في ال في ال دي بقى لها سنتين ولا ثلاثة كده؟ ثلاث سنين يا فندم. ثلاث سنين. المفروض إن إحنا بننتج بعد قد إيه؟ بعد الموسم الثالث يبدأ ياخد بشاير محصول. يعني السنة دي؟ إن شاء الله يا فندم. والسنة الجاية بقى يبقى الأمور أحسن. نبدأ الموضوع يتابع شوية، إحنا كان عندنا في القطعة دي بشاير الموسم اللي فات. إحنا عايزين نتكلم على محصول يعني. محصول. إن شاء الله في الموسم الخامس بناخد إنتاج كامل يا فندم. الخامس يعني كمان سنتين. إن شاء الله يا فندم. مش كده؟ إن شاء الله. ده بالنسبة لهنا. هنا في الأول اللي موجودين فيه اللي هو مجموع سنة 2018. طب عايز تقول لي أي حاجة؟ أي حاجة في الشغل. بشكر سيادتك يا فندم على تشرفنا في المزرعة وتشرف ليا كبير جدا. ده انا بشكرك وربنا يوفقك، والحقيقه حاجه تفرح يعني. شكرا. ربنا يا رب يكملها بخير. يقينا مشاهدينا الكرام، اللون الأخضر الذي يلتهم صحراء توشكا لون مبهج ويبعث الكثير من الأمل، وله دلالات مهمة جدا فيما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة في هذه المنطقة الغالية من أرض مصر والغنية بثرواتها الطبيعية والمتعددة. الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يزال يواصل جولته التفقدية لهذه المشروعات التنموية الزراعية في منطقة توشكا. تابعتم منذ قليل سيادته يتفقد هذه المزرعة وهي من أكبر مزارع التمور على مستوى العالم، كما اتضح لنا في سياق هذه المتابعة أنه تم استخدام التكنولوجيا الحديثة والتطور التقني في هذه المزرعة، فجميع بيانات كل نخلة تم زرعها هنا يتم تسجيلها على هذا الكارت الذكي، وكل ما تتعرض له في مراحل نموها يتم تسجيلها على كارت ذكي بجوارها، عند استخدامه يتم عرض جميع المعلومات المرتبطة بها. الرئيس عبد الفتاح السيسي ينتقل إلى نقطة أخرى في هذا المشروع الطموح، أعتقد أنه في طريقه
لاستصلاح الأراضي أو المشروعات المرتبطة بزراعة القمح. وهناك أيضا سنرى صورا مبهجة كثيرة ومتعددة فيما يتعلق بهذا السياق. إلى أن نصل إلى هذه النقطة، دعوني أذكركم ببعض النقاط المهمة المرتبطة باستصلاح الأراضي في مشروع توشكا. القائمون على تنفيذ هذا المشروع تم تنفيذه من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، يعاونه 11 شركة وطنية مصرية. حجم العمالة في هذه الشركات وصل إلى أكثر من 5000 مهندس وفني وعامل. أيضا الشركة الوطنية للاستصلاح وزراعة الأراضي، هذه الشركة أيضا يعمل بها أكثر من 3000 عامل ما بين مهندس وفنيين وعمال، أكثر من 90% منهم من أبناء الصعيد. بالتأكيد هذه الأرقام لها دلالات مهمة، وما تحمله من دلالات أعتقد أن حضراتكم تعونها جيدا. واحدة من النقاط أيضا التي لابد نتوقف أمامها وهي مرتبطة بالري. السيد رئيس الجمهورية وجه أثناء تأكيداته لزيادة الرقعة الزراعية والمستهدف من خلالها الوصول إلى 2,000,000 فدان، وجه إلى ضرورة استخدام أنظمة الري الحديث. مع التوسع على هذا النحو في المساحات المزروعة، أعتقد أن هذه نقطة في غاية الأهمية. أحد أساليب الري الحديثة نظام الري المحوري أو البيفوت. هذا النظام كان يتم استيراده من الخارج، ولكن نظرا للتوسع في هذه المشروعات، وأيضا كما سبق ولفت نظر حضراتكم إلى أنه تحدي مواجهة الزمن وسرعة إنجاز هذه المشروعات تطلب وجود يعني أجهزة كثيرة من أجهزة الري المحوري المعروفة باسم بيفوت. لذلك قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالتعاون مع مجموعة السويدي بإنشاء مصنع لتصنيع هذه الأجهزة بأيد مصرية، وتم استيراد أقل من 20% من مكوناتها. طبعا في الجزء الأول من هذه الاحتفالية كلمة السيد رئيس مجموعة شركة السويدي، وأثنى ثناء حسنا على تعاون الدولة مع الشركة وتنفيذ هذه الخطط الطموحة والدعم الذي لاقاه لتحقيق هذا الهدف وإنتاج هذه الأجهزة الخاصة بالري. كما أوضحت أنه نسبة قليلة جدا من مكونات هذه الأجهزة تم استيرادها من الخارج، حوالي 20% فقط. لكن أيضا الشيء اللافت للنظر في هذا المشروع أنه تم توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وصلت إلى حوالي 2,000 فرصة. تم إنشاء مصنع مخصص لتصنيع أجهزة الري المحوري على مساحة وصلت إلى 120,000 فدان بمنطقة العين السخنة. ونحن نتحدث عن محصول القمح، وهو واحد من المحاصيل الاستراتيجية على مستوى العالم كله. نقطة في غاية الأهمية ألا وهي حجم الإنتاج. ماذا عن حجم الإنتاج المتوقع من هذه المساحة من الأرض التي تم استصلاحها وزراعتها؟ من المتوقع إنتاج 500,000 طن في هذا العام، وطبقا لتصريحات المسؤولين القائمين على هذا المشروع ستتم مضاعفة هذا الرقم في الأعوام القادمة بإذن الله تعالى. هذه الكمية الضخمة من القمح يتم تسليمها مباشرة إلى وزارة التموين للتعامل مع احتياجات المواطنين المختلفة. نبقى معكم في هذه الصورة الحية على الهواء مباشرة لمتابعة جانب من هذه المشروعات التنموية العملاقة في منطقة توشكا. هذه الصورة التي نتابعها الآن تعكس حجم المعدات المستخدمة في هذا المشروع، والسيد رئيس الجمهورية لا يزال يواصل جولاته التفقدية في هذا المشروع. نحن في انتظار وصول سيادته إلى واحدة من النقاط أيضا المهمة في هذا المشروع للاطلاع والتعرف على بعض التفاصيل الخاصة به.
أخرى مشاهدينا الكرام، أذكركم بأننا ما زلنا نتابع وقع هذه الاحتفالية لافتتاح واحد من كبرى المشروعات التنموية في منطقة توشكا والمرتبطة بالزراعة، واحدة من أكبر مزارع النخيل على مستوى العالم، ومشروع آخر مرتبط باستصلاح الأراضي الزراعية أو الأراضي الموجودة في توشكا وزراعته بواحد من المحاصيل المهمة ألا وهو القمح. هذه الاحتفالية تأتي في سياق سلسلة من الفعاليات خصصها السيد رئيس الجمهورية منذ أيام قليلة وأطلق عليها اسم أسبوع الصعيد. هذا الأسبوع خصص لافتتاح مجموعة من كبرى المشروعات القومية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تقوم بها الدولة في مختلف محافظات صعيد مصر، والتي تهدف في الأساس إلى الارتقاء بمستوى جودة الحياة ومعيشة المواطنين. أيضا أذكركم بأنه تم إطلاق كتاب لتوثيق كل هذه المشروعات التنموية التي تم إنجازها ليس فقط في صعيد مصر ولكن في ربوع مصر كلها. أطلق هذا الكتاب في الفترة الأخيرة. الكتاب أعدته الحكومة لتوثيق وللتعريف بحجم العمل والإنجاز الذي تم في كل أنحاء الدولة المصرية على مدار السنوات السبعة الأخيرة في مشروعات كثيرة مرتبطة بالبنية الأساسية والزراعة والاقتصاد وغير ذلك. مشاهدينا الكرام، طبعا لا يخفى على حضراتكم لأن هذا الأمر لم يعد سرا، فجميعنا نعلم أن صعيد مصر عانى لعقود من التهميش ولم يكن هناك رؤية متكاملة للنهوض بهذه المنطقة الغالية من أرض مصر الغنية بالثروات الطبيعية، مما ترتب عليه نتيجة لذلك تدني مستوى الخدمات في شتى مجالات الحياة وبالتالي تدني مستوى المعيشة. ربما هذا الأمر يعود إلى عدم وجود رؤية متكاملة للنهوض بهذه المنطقة الغنية بالثروات الطبيعية كما ذكرت، لكن صحيح الآن مع هذه المشروعات التنموية الطموحة من الممكن أن يكون هناك قرى لا تزال تعاني من حجم من هذه المشكلات، لكن الفارق الآن أن هناك خطط ومشروعات تنموية تستهدف التعامل وحل هذه المشكلات. في القلب منها أقدم لكم دليلا على هذا الفارق مبادرة حياة كريمة. هذه المبادرة التي وضعت محافظات صعيد مصر على رأس أولويات أجندتها مستهدفة تغيير نمط الحياة بها خلال ثلاث سنوات فقط، ونحن في انتظار وصول السيد رئيس الجمهورية إلى نقطة أخرى في هذا المشروع التنموي الطموح، استصلاح مساحات كبيرة من أراضي توشكا. وصلت المساحة إلى 500 ألف فدان في هذه المنطقة المهمة من مصر. دعونا أيضا نتأمل في طبيعة المشهد التنموي في صعيد مصر. أذكركم بأنه طبقا لآراء الكثير من الخبراء أنه الخلل في التوزيع الديموغرافي هو أحد المشكلات المعقدة بالنسبة لصعيد مصر، بمعنى أنه صعيد مصر وهو يشمل أيضا في هذا سياق البحر الأحمر والوادي الجديد، هذه المنطقة من جمهورية مصر العربية تمثل ثلثي المساحة الإجمالية لمصر، لكن المفاجأة أنه يعيش عليها فقط حوالي 30% من المصريين. السبب طبعا في ذلك يرجع إلى غياب الخدمات والبنية الأساسية فضلا عن عدم توافر فرص العمل. لسنوات طويلة محافظات الصعيد كانت دائما طاردة لشبابها، هذا الشباب الذي بطبيعة الحال يبحث عن فرص حقيقية للعمل والحياة، لا تتوافر هذه الفرص في المحافظات، محافظات الصعيد المختلفة، فيضطر للخروج إما إلى القاهرة مثلا أو بعض المحافظات الأخرى في الدلتا، أو حتى يضطر للخروج إلى خارج مصر. طبقا لما نتابعه من هذه المشروعات متوقع أنها توفر فرص عمل، بل هي بالفعل أثناء تنفيذ هذه المشروعات هناك عمالة وفرص عمل تتاح لقطاعات كبيرة جدا من المصريين خاصة أبناء الصعيد.
طبعا كان أعلى معدلات البطالة يتم تسجيلها في هذه المحافظات. المفارقة والتي أيضا أدعوكم للتأمل فيها أنه صعيد مصر يتمتع بمميزات كبيرة جدا، مقومات طبيعية، ثروات محجرية، ثروات تعدينية وأثار وغير ذلك. نستكمل معكم هذه التفاصيل، ولكن دعونا نذهب مباشرة إلى النقطة الأخرى في جولة السيد رئيس الجمهورية، حيث تتابعون معنا في هذه الصورة الحية على الهواء مباشرة اقتراب موكب السيد الرئيس من النقطة الثانية في هذه الجولة، وكما ذكرت لحضراتكم هي مخصصة للمساحات المنزرعة بالقمح. سنتابعها أيضا، سنتعرف على طبيعة هذه الزراعات، لكن أغلب الظن أنها منزرعة بالقمح. نعم. إذن موكب السيد الرئيس في طريقه إلى هذه النقطة، وأيضا سنتعرف على تفاصيل كثيرة من خلال المسؤولين في هذه النقطة أو هذه المزرعة إن صح التوصيف أو التعبير. سنتعرف على بعض التفاصيل المرتبطة بهذا المشروع، كما تابعنا منذ قليل بعض المعلومات المهمة عن مزرعة النخيل. أيضا تابعتم بين الحين والآخر بعض اللقطات الحية التي عكست حجم الأجهزة والمعدات المستخدمة في تنفيذ هذه المشروعات. ربما أيضا يكون هناك جولة تفقدية لبعض المعدات الموجودة في أرض الواقع أو أرض المشروع، والذي يقينا هذه الصور التي نراها مبهجة لكل مصري مخلص غيور على وطنه، يتمنى له المزيد من الرقي والتقدم، خاصة في المجالات الاقتصادية التي تهدف في الأساس إلى الارتقاء بمستوى حياة ومعيشة المواطنين. إذن بعض السادة المسؤولين وسيد رئيس الجمهورية ينزلون من هذه السيارة في الاقتراب من هذه النقطة المخصصة للتعرف على بعض التفاصيل المرتبطة بمشروع استصلاح هذه الأراضي. كما سبق وضحت أن هذه المساحة وصلت إلى 500 ألف فدان، وهو رقم مهم جدا أن يضاف إلى المساحة المنزرعة في مصر، خاصة إذا كانت مخصصة لواحد من المحاصيل الاستراتيجية الغاية في الأهمية، محصول القمح الذي لا غنى عنه طبعا في حياة المصريين أو حياة الشعوب بشكل عام. في هذا السياق أيضا دعوني أذكركم بواحدة من النقاط التي لطالما أكد عليها السيد رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على تراثنا أو ما نمتلكه من أراضي طينية في الوادي والدلتا، مؤكدا ضرورة الامتناع تماما عن الاعتداء على الأراضي الزراعية لأنها ثروة لا تقدر بثمن. الرئيس عبد الفتاح السيسي ينزل من السيارة متوجها إلى هذه النقطة التي سيتابع من خلالها بعضا من التفاصيل المرتبطة بمشروع استصلاح هذه المساحة من الأراضي الزراعية في توشكا أو توشكا الخير. سيادتك احنا متواجدين دلوقتي حاليا في المنطقه دي، اول مره تاني عام تزرع دي، متوسط 3000 فدان قدامنا فندم، مباشره مشروع النخيل الحد الشمال لها اللي قدامنا فندم في الميكنه الزراعيه فندم، متنقسم لعده اقسام، قسم استصلاح، قسم خدمه، قسم زراعه، وقسم حصاد. احنا حاولنا يا فندم ندبر معداتنا بحيث نجيب بالتوازي مع جميع الافراد دي. سيادتك صدقت لنا
العام الماضي ب 3 مليار جنيه لصالح مشروع تنميه جنوب الوادي. احنا يا فندم جبنا جزء بسيط حوالي 25%، باقي المعدات يا فندم ان شاء الله هتجينا كمان 4 اشهر. استاذن سيادتك بس احد المهندسين هيشرح فندم. تمام يا فندم. مهندس احمد عبد الهادي ابراهيم، مهندس الميكنه الزراعيه بالشركه الوطنيه لاستصلاح وزراعه الاراضي الصحراويه. استاذن سيادتك يا فندم في تقديم المعدات الموجوده بارض الاصطفاف. على مين المنصه يا فندم؟ وفي اتجاه البيارق المميزه باللون السماوي لودر هونداي والمستخدم في عمليات التسويه. سعه الكبشه 3 متر مكعب. يلي يا فندم البيارق المميزه باللون الازرق، معدات التجهيز والخدمه. نسق اول محراس حفار 13 سلاح، نسق ثاني عزاقه 6 خط، نسق ثالث محراس قرصي 36 قرص، نسق رابع جرار كيس 140 حصان والمستخدم في تشغيل هذه المعدات. يلي يا فندم في اتجاه البيارق المميزه باللون الاحمر، معدات الرش، نسق اول الاوتومايزر والمستخدم في رش المبيدات بمعدل اداء يصل الى 3.5 فدان لكل ساعه. النسق الثاني جرار نيهولا 90 حصان والمستخدم في جر وتشغيل الاوتومايزر. يلي يا فندم في اتجاه البيارق المميزه باللون الابيض وفي مواجهه المنصه كومباين كيس والمستخدم في حصاد القمح والذره الشاميه وبعض المحاصيل الاخرى بمعدل اداء يصل الى 6 فدان لكل ساعه، عرض تشغيل 9 متر. في مواجهه المنصه يا فندم وامام قاعده العلم جرار نيو هولند مفصل الحركه قدره 450 حصان والمستخدم في تشغيل معدات كبيره الحجم مثل المحراس القرصي 82 قرص بمعدل اداء يصل الى 15 فدان لكل ساعه والمتواجد امام الجرار. كما يستخدم في جر المحراس القلاب 8 سلاح بمعدل اداء يصل الى 5 فدان لكل ساعه والمتواجد على يمين ويسار الجرار. في مواجهه المنصه يا فندم وفي اتجاه البيارق المميزه باللون الاصفر مكبس نيو هولند والمستخدم في كبس البرسيم وكبس محصول قش القمح بمعدل اداء يصل الى 15 فدان لكل ساعه. على يسار المنصه يا فندم وفي اتجاه البيارق المميزه باللون البرتقالي خط انتاج البطاطس، نسق اول الديجر والمستخدم في حصاد البطاطس نصف آلي بمعدل اداء يصل الى 3.5 فدان لكل ساعه. النسق الثاني الهارفستر والمستخدم في حصاد البطاطس بمعدل اداء يصل الى 1 فدان لكل ساعه وهو آلي مما يوفر الوقت والجهد. اي اوامر يا فندم؟
الرئيس عبد الفتاح السيسي سيرا على الأقدام في قلب هذه المساحة التي تم استصلاحها من أرض توشكا. تبادل الحديث مع رئيس الوزراء ووزير الدفاع صورة لها دلالات كثيرة ومهمة جدا لابد أن نتوقف أمامها. حرص سيادة الرئيس على متابعة تنفيذ هذه المشروعات على أرض الواقع عن قرب. لعلنا تابعنا منذ قليل وقوفه على طبيعة الآلات المستخدمة في تنفيذ هذه المشروعات. الآلات والمعدات طبعا لا يمكن تنفيذ هذه المشروعات الضخمة بدونها ولا يمكن إنجازها بدون وجودها. هذا بالتأكيد يعني تكلفة مادية ولكن لابد من تحملها لتوفير هذه المعدات والأجهزة. تابعنا جانب من هذه المعدات المستخدمة في استصلاح الأراضي، هذا فضلا عن الآلات المستخدمة في الحصاد وأيضا مستخدمة في الزراعة. أعتقد أنه رئيس عبد الفتاح السيسي يسعد الآن لالتقاط بعض الصور التذكارية في هذا الموقع المهم من توشكا، توشكا الخير، والتي يقينا كل هذه الصور تحمل دلالات مهمة جدا تبشر إن شاء الله بمستقبل رائع لمصرنا الحبيبة. إذن هذه صورة تذكارية تجمع رئيس الجمهورية مع عدد من المسؤولين في أرض المشروع. ما زلنا معكم في هذه الصورة الحية على الهواء مباشرة في هذه الجولة المهمة التفقدية لرئيس الجمهورية لبعض المشروعات في منطقة توشكا المرتبطة باستصلاح الأراضي. إذن السيد رئيس الجمهورية يستعد لمغادرة هذه النقطة من أرض مشروع توشكا المخصصة لزراعة بعض المحاصيل المهمة ومنها طبعا القمح كما أكدنا مرارا في هذه المسألة. أذكركم بأن هذه الاحتفالية أو هذه الفعاليات تأتي ضمن أسبوع كامل خصصه السيد رئيس الجمهورية لافتتاح سلسلة من كبرى المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على أرض صعيد مصر.